كليك اف ام الاذاعه الاولى في تونس. باش نحكيو على سهرية راس العام في اللايكو مع شمس الدين باشا، ألفة برمضان، مع حسين وغازي الأمير. هذاك علاش ضيفنا اليوم باش يكون شمس المسارح. شمس الدين باشا مرحبا. شنو أحوالك؟ الحمد لله الحمد لله. هالغيبة قداش على الإعلام وعلى التلفز والإذاعات؟ عندي برشا. لو أنت كل ما تمشي في أي بلاتو تعمل الحدث الحدث يعمل روحه. أما أنت تعمل الحدث. نمشي بنية صافية، فهمتني؟ الحمد لله حدث يعمل يصنع روحه وحده يعني. وعليش غايب المده هذه الكل؟ ما عادش نراو حاضر في الخدمه. انا حاضر معناها في الخدمه، حاضر نخدم جو ترافاي. هو الفنان يمشي للمساحات الاعلاميه باش يظهر خدماته باش الناس يعيطوا باش يخدم. انا الحمد لله قاعد نخدم، معناها باش نمشي للمدياش باش تضيف لي يعني. نمشي عندي انتاج به عملته، نمشي نبيع باش تعرف بيه. فوالا بشوف الصحافه، شوفوا الناس اللي ما تدخلوش على الباج نتاعي ولا على الانستغرام، فهمت؟ فوالا ما عنديش معنى انتاج، ما نمشيش. وعندي تلفزتي هي الباج نتاعي ديما. نراك تعمل الفيديو نتاعك على الباج فيسبوك نتاعك، ساعات على انستغرام. تفرق قلبك غادي؟ قلبي مش بحب باش نفرغه هنا. ساعات حتى على الدولة، ساعات على الحاجات اللي تصير في البلاد. نعطي رأي معناها بحيادية، معناها نعطي رأي بتبيع حاجة بلادي. هي لازم نعطي رأي في بلادي، صحيح ولا ليه؟ صحيح. وفي الإعلام علاش ما تحضرش في البرامج؟ والله ما نصورش مهم شي يستدعوا فيك أكيد برشا. لازم تدعو فيك كل يوم. كل يوم النوفل وكل يعني الكل ما نمشيش عليه. مش طويك، ما عادش عندي ثقة في الإعلام. علاش؟ ما عادش عندي ثقة. سبحان الله سبحان الله. الإعلام عرف بيك والإعلام عاونك؟ عمره ما عرف بيا. رد بالك، أنا دخلت الإعلام دخلت معروف في الإعلام. ما عاونكش الإعلام باش يعرف بيك أكثر بغنيتك أكثر؟ لا 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 لا، خدمت في الإعلام. عرفت بيا الميسيون اللي عملت آخر مرة. عرفت شمس الدين باشا، معناها شخصية شمس الدين باشا، عرفت بصوت شمس، بأخلاق شمس، معناها فهمتني؟ أما البرامج قال يجيبوني باش طلعوني أكل هكا شوية، معناها شمس الدين باشا كان اللي يشطح ويغني وكهو، معناها لا ثقافته ولا يحط له صوت، معناها يغني حاجات معناها بالحق ويحبوا الجو، معناها روفي فهمتني؟ ليميسيون هي اللي معناها خرجت من شمس الدين باشا كل شيء اللي كنت الكل متاعي. وما كملتش فيها؟ بالطبيعة ما كملتش فيها وفيها صحيح، معناها عملت كملت. انا شوفي روحي غاديك اللي انا ما عشان نضيف حتى شيء انسحبت هاو. لكن نعرف اللي فما عروض اخرى باش تخدم في الاعلام. كانت عندك برنامج نورمال في كارتاج بلس وانسحبت. اي صحيح. علاش ما كملتش؟ خاطر بداو مخر برشا. احنا الكونترا عملناه في اكتوبر، هم بداو في مارس عملناه. انا عندي شركه شمس فانس نتاعي، مانيش معناها بالشركه نتاعي دخلت، فهمت؟ مانيش بنخلص انا خدام نتاعي اللي يخدموا عندي من مارس حتى من اكتوبر حتى لمارس نعملوا في شيء، فهمتني؟ سي بوغسان سحبت يعني. وفي بالي في راس العام زاده استدعاوك باش تخدم انت، تقدم تنشط ايميسيون. وعلاش؟ تكسر راس. علاش تكسر راس؟ مادام مانيش انا نحب حاجه نعملها بكيف وبمزاج وبفن وبرقي. ما نلقاش هذاك انا نسحب. ما لقيتوش في حتى وسيله اعلام نجم تخدم فيها؟ نجم نلقاه تو كان انا وبدينار ما شاء الله، معناها مع بودي مع رياض بدينار وشريك بدينار. عندنا مستقبل باهي ان شاء الله. عندك السهريه نتاع اللايك وبعد ما دام اسمها اضخم سهريه في تونس العاصمه. يعني هي سهريه اللايك، ويعني نهار 31 اي باش تكون معناها من ارقى السهرات في تونس العاصمه بطبيعة. وانا ما كنتش غني في تونس، معناها كنت في بالك ماشي لمراكش. كنت غني في مراكش هي كهو، معناها صارت الحكايه. ولا برشا يحكيوا شمس الدين باش يغني في برشا بلايس معناها سي با نوفو بو هما كلها نغني كيكا يعني، فهمتني؟ معناها ديما نغني برشا بلايس، نغني في اكثر من بلاصه. ما غنيش نقعد ساعتين ثلاث سوايع نغني، ثم فنان ساعات يضرب لك اربع سوايع يغني. ما احترمتش كل الزملاء الفنانين راهو تقول وقت اربع سوايع اش بيه تو ما عملناش حتى هكا شويه جو يعني شويه، ما فهمت؟ انا عمل لك درج صييم، انا ما تعرف عاد انت درج يقلب المشاميه الكل في حفله يعني الحمد لله يعني. هذاك علاش تعمل اكثر من سهريه؟ وعلاش اخترت انك تجي لتونس ما مشيتش لمراكش؟ بما انك مطلوب في مراكش ممكن لا انتشار مغاربي ولا انتشار مغاربي يجي بغنيه مش بحفله راه بغنيه فهمت بغنيه. انا شمس الدين باشا في تونس ما نعملش غنيه. ناس تحب تشوفني، حضر لي ناس تشوفني، معناها لو كونتاكت ديريكت. انا شاك سامدي كنخدم في الحمامات
اصحابي بتبيعه مذكورهم ميساج فواياج معناها سي لو كونتاكت ديريكت بيني وبين الناس معناها شاك سامدي كومبلي ما شاء الله فهمتني معناها نعمل جو نتفدلك نغني ناخذ بخاطر الناس الكل انا ولدهم بتاعهم هما فهمتني انت قلت لي كل نهار سبت تعمل في كومبلي في السهرات الخاصه الكل تعمل في كومبلي وتمشي تعمل كومبلي ولكن ما نشوفوكش في المهرجانات الكبيره في كل ما تنظم وزاره الثقافه نورمال يعمل كومبلي يجيبوه بما انك فنان وتونسي وتعبي يعني انت تربح أهم حاجة الربح أهم حاجة والله بحاق قمت لكم بالنوم بالذنب من العليك أسألهم هما أنا باب وزارة الثقافة ما نعرفوش وين يجي باب الوزارة ما نعرفوش وين يجي أنا عمري من نهار مشيت خاطر هم يقول لك لازمك تقدم دوسيه باش يقبلوك وآخ كيف أنه من برا يمشي له مش تير يمشي له هما يعمل معها كونترات برا يخلص بالدفيز نحب هذه التقزيم والتصغير للفنان التونسي يتنحى فهمتني معناها ما يسالش يشوفوه مثل شمس الدين باشا ضارب مثل والناس تحبه ويجيه كل شيء اي نجيبوه داخل الفلوس صحيح ولا لا هو الفنان من برا باش يجيب بال اكس ولا ايغريك باش يجيب دوفيز ضاري باش يتباع بالدينار مش بالدولار باش يتباع في تونس صح ولا لا معناها كيف شكون الحكايه فهمت وان شاء الله ان شاء الله يمكن السنه مع بودينار باش تكون خدمه اخرى ان شاء الله وتكون خدمه بلو بروفيسيونيل خاطرني انا كما تعرف نخدم وحدي لا مدير اعمال لا حتى حد نسوق وحدي كل شيء وحدي كل شيء معي ربي سبحانه معك ربي بي وزارة الثقافة هي الجرات العادة أنها الفنانين توينسا يطرحوا دوسيات هذيك هي يقدم دوسيات وبش يمشي المهرجانات نحب تنحى العادة اي ماكش مالينكش اللي انت تدافع ولا تسعى إلى أنها باش تتنحى والله حكيت برشا مرات الله غالب كيد برشا مرات كلامي مش مسموع الله غالب ما اختلفش التعامل مع مختلف الوزراء اللي تعديه وزارة الثقافة كيف لا 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 أنا عندي 20 سنين غني ما شاء الله من عمل فين يعني الرياض يعرفوا وانتم ما تعرفوا ما عمري مثلا مرهار صدعوني حتى في تظاهرة ثقافية ولا استدعاء نحكي لك ما نحكيوش التكريم ولا برتونة قاعد نزيف الناس قاعد نشيخ في الناس ما أنا قاعد عمل الجو للعبيد عادي يعني ما كرم روحي وحدي الحمد لله شريت السنة من الوزير الجديد بما أنه فما حكومة مش يتم الإعلان عليها اليوم ولا غدو شكون الوزير ما زلنا ما نعرفوش أنا في بالي وقتها الفنان الكبير بوشنيق رفض فما باش اسامي طرحوا كيما سي علي الويتي كيما مدام سونيا مبارك باش اسامي مطروحه الى حد الان ما عندناش الاسم الاخير مدام سي علي الويتي مضبينا انسان مثقف كبير وانسان يعرف يعني الدومين الثقافه ما يعرفوا من طقطقه السلام عليكم يعني يعرفوا بحذافيره يعني شنو ان شاء الله ربي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا خويا انا ما يسالش انا سي بون انا يقولوا تعدت بيا الفرصه انا اخذت حقي من خدمتي لاباس الحمد لله انا عمرها وزاره الثقافه عطتني زي دعم يعني عمري مانيش عاله نخدم على روحي واحد مانيش عالة لوزارة الثقافة بنخدم واحد فهمتني أما إن شاء الله اللي عالة لوزارة الثقافة يكونوا قد مستوى الفلوس اللي يخذهم وزارة الثقافة بشعملوا بها الدعم خاطر التو ما سمعتش غنية مدعمة خذت صدي كبير في تونس ولا تعدي فيها في موزايك صحيح ولا غلط؟ ممكن صحيح لازم نزيد نثبت أنا هم أكثر الغنيات اللي أنا هم اللي خذيت الدعم ما خذيتش دعم باش ياخذوا في دعم هم من حقهم ياخذوا دعم من حقهم أما يكونوا قد لا خاطر مسؤولية هذه معناها مسؤولية والتاريخ ما يرحمش التاريخ ما يرحمش يعني فهمش كون ياخذ الدعم وبعد ما يعملش به الكل الغنية يعمل غنية كبار هكذا اللحن مع ما فهمتني مسؤولية رأو الدعم فلوس الدولة مسؤولية فلوس الدولة مسؤولية صحيح فلوس الدولة مسؤولية نحكي وقلت لك شنيت السنة منه الوزير الجديد انت كفنان وكام اليوم فنان قل له يا أخويا من هرب نعرش خطر هي حكيت مش حكيت وزير حكيت الماكينة تحت الوزير يعني كي تبدل وزير الماكينة هي متبدل هي هي بتبيعها من هذيك هو باش يلقى روحه جايبينه للشيء اللي ماشيين بيه القديم يعني ما نجموش معناها ثم ريجي ثم معناها سيستيم ولا فما سيستيم يمشيوا بيه ما نجمش معناها صعيب يتبدل يعني كتبدل ترى يتبدل تونس بعد الثورة انت تخدم في السهرات الخاصة برشا اللي هي سهرات باش تكون غالية على حتى على الناس اللي تمشي لها المهرجانات ما تحبش تمشي على خاطر هما ما يستدعوش مش ما نمشي مادام هما ما استدعوك دونك انت ما تمشيش تطرح في العروسات ما هي المواطن الزوالي اللي يحب شمس الدين باشا يتفرج فيه قدامه مش كان في التلفزة اللي يحب شمس يجيها في عرسه ولا علاش ما تمشيش المهرجانات صغر على خاطر الناس اللي تحب مسؤولية الوزارة انا نمشي يعني عمرها ما جاتني انفيتاسيون ومشيت نمشي انا ما اكثر واحد يمكن انت تسعى باش تقرب للناس المهرجانات الصغيره يعني. تقرب لهم نمشي خاطر هاني قلت لك بشر توينس اكثر منه هما ذوك يعني واكثر منه ومن حقهم باش تمشي لهم الناس اللي تحبهم طبعا نمشي ما جاتنيش معناها انفيتاسيون نمشي كنا نسمعوا في شمس الدين باشا الباشا شكون الفرفاشه يا باشا ليش ركزت على الفرفاشه
الغنية تغني على الفرفيش. ما هو تلمول أنا ليه بروحي بحق ليه بروحي، عمري ما جبت نهار فنان ولا عمرك ريت نهار سبيت فنان ولا نجبت مستحيل بالحق، عمري ما سبيت نهار فنان عمري. ساعات يجبدوني يقولك شمس يعني تضطر تجاوب، ما نجاوبش، ما حبش ما عادش حب نجاوب خاطر ما حبش نهبط المستوى العرك، تو السياسيين يتعاركوا الناس فاش راه تتعارك الكل تتعارك نزيد كمان انا نعارك انا فنان انا المتنفس الوحيد للانسان. كيفاش ترى اليوم نفرحوا كيفاش ترى اليوم الساحه الفنيه في تونس وين ماشية؟ هل أنها ماشية في المنافسة الإيجابية شكون غنيته خير شكون كليبه خير، ولا ماشية في تكسير بعض الفنانين لبعضهم؟ وين ماشية أكثر الساحة اليوم في تونس؟ هي الساحة الفنية فيها معناها فيها دقام درجات يعني ثم معناها لي ستار الكبار اللي قاعدين يخدموا ساكتين وينتجوا كما وشنية قائمين فاخت فهمتني والكل اللي قاعدين ينتجوا معناها القدم الصحاح يعني فهمتني بيعلي منهم أنا فهمتني متواضع أنا متواضع على باليش بالدرجة بقول هم يحبوا يسميني على درجتي أنا خاطي الحمد لله درجتي عالية بجمهوري راهو بلي فان متاعي وثم اللي تحتهم قاعدين معناها يتعاركوا يجيوا في برنامج باش يتسابوا باش عيب أنها عيب على اللي يسبوا وعيب على أنها البرامج هذه اللي هي مفروض متنفس العائلة التونسية بش يتفرد وبش يغني وبش يشتح وبش الناس يتفرد يلقوا عرق بين الفنانين. أنا نحشم والله نحشم أنا نحشم بالحق باش نقول لك فما قسم مشترك كلمة قالوها ثلاثة من الناس ثلاثة من الفنانين اللي انت تحكي فنانين كما مصطفى الدليجي إمنا فاخر ونجلة في بالك الكلمة هذه شنية؟ يقولوا قطع رزاقة شمس الدين باشا قطع رزاق هذه والله الرزق بيد ربي سبحانه. انا مطرب فنان ما عنديش بيرو شغل مانيش انا نخدم في الفنانين ليزاجونس اللي يخدموا فيهم الكل موجودين معناها نفترض نخدم انا مع اجونس هاكم فما برشا الاخرين وينكم في الاخرين ما كنتمش موجودين يعني اسو بوين انا شمس الدين باشا خط احمر خدمتي انا خط احمر هما يقولوا اللي يجي معناها يحب يتلكش عليا ولا حاجه بطبيعه ما باش ناخذ من الربع يدي انا سي مبولو خدمتي دفع على خدمتي بقى ندفع على خدمتي بقى بشراسة وباحترام يعني مش هما يقولوا اللي انت تخدم مع دي زاجونس وتشرط انه ما يكونش معاك واحد من الفنانين هذوم لا ما شرطش ليش الشرط ما لا كيفاش لا لا هو خدموا معايا كل خدموا معايا انا امنا في خلينا هزت خدمت معايا انا خدمت معايا لازم صديه انتي هو عم تعرك ما نحبش نحكي ما نحبش نحكي التفاصيل فارغه وتافهه على الاخر في بالك اي ديجا دليجي بيحكي معايا وانا قال انا اكسكيوز وكل شيء ونقول يا خويا سميح ما انا ما عرفتكش انت اللي عرفت وقلت فيها كلام اما طلب منك الاعتذار هي ما يصيرش انا انسان مسامح ومتصالح برشا مع روحي وتنجم تسامح تو دليجي اعتذر منك وانت سمحت وقلت سماح بالنسبه مثلا لاخرين نجله ما نعرفهاش راهو ما انا قلت كلامي تهيئ لها عمري في حياتي مريتها عمري ما شفتها مره بركه في الله يرحم منير حمدي في دار منير هما دخلوا انا خرجت معناها كي كثرت للساقين خرجت تروح لواحد انا برج الثور ونحب ديما منكمش على روحي وانتي بتحبنيش نقول لك راني انا ما نحبكش ما دورش بيا ما نحبش نسلم عليك وبتراهدين هذه اللي مقلق بعض الفنانين فهمتني انا ما صالح مع روحي كما قلت لك هي قالت انا يعرضني يحب يسلم عليا وهو يقطع لي في رزقي في الظهر دونك انا ما نحبش كلمها هي تقول تحب لي هي وربي عينها وامنا فاخر كنت تطلب منك الاعتذار وربي ان شاء الله يخدموا يا ربي باش تلاقوا في خدمتهم وامنا فاخر تسامح ولا ما سامحش انا متسامح انا متسامح على الاخر خلي يقولوا واش يهم شنو رايك في قرار الهيكل وقفه برنامج لكلاس في قناه تونسنا على خاطر تصريحات الفنان مصطفى الدليجي بخصوص الفنان شمس الدين باشا وقفه البرنامج الهيكل جبد عليك في البرنامج قصوه ما عادش موجود لا في يوتيوب لا في حتى بقعه دونك الهيكل تقرر دونك الحلقه دي تعادتنا 9 نوفمبر ونهار 19 ديسمبر معناها 3 ايام التالي ولا اقل من جمعه التالي تعاقب البرنامج ارتك ندق ريت عندي لعنز الفراعنه وفجرتي والله بالحق ندق بالحق ما فيش بها الحكايه هذه والله هاي الهيكا بالحق والله ما يعطيهم الصح الهيكا نشكرهم الهيكا نشكرهم على الاقل اخيرا فهم مؤسسه كم الدوله اخيرا فهم شكون انصفني باش نسالك احنا عملنا هكا شويه دورة في الفيسبوك متاعك بما أنك أنت ماكش قاعدة تصرح مؤخرا في برشا إعلام دخلنا الدورة الفيسبوك متاعك والإنستغرام متاعك لقيناك كتب حاجات كيما راني مانيش بيرو الشغل راني مقصودة تقصد في اللي كنت تسمي فيهم تاعو بتبيعة أنا والله وستين حزب يمكن أنا أحن فنان في تونس نسمع بعضنا مثل فنان
ما يحبش يقول شمس عملت به، يقولوا بسيف احكي عليا ونحكيش انا نقول عملت به مع اكس مع واي. كل واحد واصله. انا ثبت برشا فنانين ويسمعوا فيا و سبحان الله، معناها مش الواحد يقعد ديما في البورصه يقعد، معناها ديما ما موجود سكسي، فهمتني؟ والله برشا معناها واقف معاهم ونسال عليهم ونكلم عليهم في الاجنس، خدمه ذيك خدمه ذيك بالحق، معناها نعاون بقدر المستطاع، فهمتني؟ كتبت المال ان لم يجلب لك السعاده فعلى الاقل سيساعدك على ان تكون تعيس وانت مرتاح. شنو علاقتك بالفلوس؟ انا قصين دوك يا رياض اجري. الفلوس 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 هي الفلوس، نقولوا احنا وسيله مش غايه بلوتو، ولازم الانسان يكون عنده فلوس. علاش ني نخدم انا؟ نخدم نجيب الفلوس باش نرتح امي، نرتح عائلتي، باش ناخذ لها كل شيء، باش فوالا معناها نخدم. علاش 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 تخدم انت؟ مش تخلص اخر الشهر في شهريتك وتنجم تتحرك بها؟ قلت خجلت من نفسي عندما ادركت ان الحياه حفله تنكريه وانا حذرتها بوجه حقيقي. هذه صحيحه، هذه صحيحه. ما نادم انك تتصرف بطريقه عاديه؟ عملت لي برشا قعده وكل شيء، ما لوغوزمون ما عنديش ماسك، ما عنديش ماسك. وقررت انك تلبس في المستقبل ماسك في بعض مستحيل. الحالات مستحيل. انا اخاطب القوم بما يفهمون، فهمتني؟ انت باي معايا نكون باي معاك ساعين، خايب معايا جوتينيور من 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 ما نرجع لكش وما نحكيش معاك، نبدو نخليك. تقول للفان نتاعك للناس اللي تبع فيك تعبت، قولوا لي كلام حلو، شنو هو اللي تعب؟ شنو هو اللي تعب شمس الدين باشا؟ شمس الدين باشا ما يبكيش، ما يعرفش يبكي، مشكله كبيره ياسر بالحق، ما نعرفش نبكي. ساعات تقعد غصه معناها الحاجه، فوالا كمول 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 كمول، نقول شبيني معناها انا كاخر مره معناها الشتيمات اللي شتموا فيها في الواحد، قلت معناها عندي برشا اصحابي معناها من بعض الفنانين معناها قراب لي برشا وانا باهي معاهم، شبيه حتى حد ما خرج وهكا وقال ستوب اللي قاعدين يعملوا لي فيها هذه حمله لتشويش شمس الدين باشا، فهمتني؟ علاش معناها حد ما دافع عليا من الفنانين اللي انا باهي معاهم، باهي معاهم بالكبير برشا ربي يعلم سبحانه، غضتني تغيظني روحي، فهمتني؟ يقول الزح معناها سوبوان، وانا عائلتي بعيده عندهم، يعني عندي اخواتي دافعوا عليا، لا عندي معناها وحدي، انا معي ربي سبحانه، فهمت؟ تغيظني ولا باش نسالك على حاجات اخرين انت تحكي عليهم، مثلا مواقفك السياسيه تعبر على الاخر، كان فما انتخابات شمس الدين باشا يعطي رايه، رينيك صوت القيس سعيد وقلت صوت القيس سعيد وهذا الرجل الذكي وانا ما نعرفوش ولكن باش نصوت له، حكيت عليه برشا. اليوم شنو موقفك من قيس سعيد اليوم بعد ما عنا توا شهرين وهو رئيس دوله؟ احنا التوانسه بطبيعتنا نحبوا عرفتك، يقولك قوي يساعدك تو مازال مازلنا نشوفوه، عنا على الاقل نعطيو عام في دين، نعطيو عام على الاقل حاجه باش نجم يخدم ونجم يصلح اللي كان مخرب قبله. يعني صحيح ولا غلط؟ صحيح اي نعطيو فرصه. انا اخر مره لقيت واحد في مصري مهبط فيديو يسب في رئيسنا يسب فينا، يا حبيبي تلي في رئيسك وفي بلادك وانا بيان، احنا على الاقل رئيسنا منتخب، رئيسنا منتخب وذي ستان فافور كبير بارشا التونس. كتبت زادة وقت اللي كان يوسف الشاهد مرشح للرئاسة حطيته هو كينه للتصويت عند اللي فان متاعك تحب تعرف رايهم فيه، وقلت لهم لا حطيته هو عبير موسي، حطيته زوز حط كل واحد واحد، أنا جايتك العبير موسي. أيوة أنا نحب نسمع فيسكن أنا الباجي تاخذ فكرة وقتها أنت لا ما تاخذش فكرة لي سبابا، نتبع كل شيء. أنا إنسان ما خرج من داري، تلقاني لا في ريستورون لا في قهوة لا تقني، كان في داري يعني بنتبع السياسة ونتبع الأغاني العالمية ونتبع كل شيء، فهمتني؟ بيسكو عندي الباج متاعنا فيها 172 ألف فان ريال، أنا كتشوف الكلام الفيديو تلقى ألف الكومنتارات وتلقى، فهمت؟ يهمني باش نشوف أنا رأيي الفان متاعي في إكس وفي إجريج وفي الكل، يهمني يعني يهمني نشاركهم يعني يهمني بطبيعة. وعبير موسي قلت والله عيب اللي قاعد يصير، اللي صار العرك مؤخرا في مجلس النواب، وأنا أحترم هذه السيدة على الأقل ما بعتش الناس اللي انتخبوها. بتبيع مشكله رو يصير انكسار في نفس معناها في الانسان اللي ينتخب على حاجه وبعديك خمس سنين مش لعبه راه معناها خمس سنين واحد من عمره يلقى روحه من اللي ينتخبوا اقلب بيه اختطف به الدوره سي معناها سي اونتو. قيس سعيد كان اختيارك من الاول ولا كان في الدور الثاني؟ والله قيس سعيد انا ما نعرفوش، على ذيك قلتها وانا اول واحد كتب هكا وعمل صوت ضجه وقتها، معناها من الدور الاول انت اخترت. اي من مازال ما بداوش معناها هكا، قلت لهم تختاروا خاطر انسان ما نعرفوش، نعرفه قاري محنك في السياسه يعني انسان متثقف برشا، جربنا الاخرين كلهم، اي خلينا نجربوا قيس سعيد، انسان ما نعرفوش، نعرفوا لي حد شيء، فهمتني؟ وقالت لي ما تعرفوش خير من اللي تعرف، نجربوا
نجربوا الاخرين يتكلموا ياسر ما عملوا حتى شيء نجربوا عبد ما تكلمش وان شاء الله ان شاء الله يسيب وان شاء الله ان شاء الله يكون في المستوى يا ربي ان شاء الله. واهم حاجه اهم حاجه ركزوا لنا على الثقافه، ثقافه صحيحه مش ثقافه ارقد قوموا وكرموا ومدري شكون في دار ثقافه، مش هذيك الثقافه. ما يتلهوا بالثقافه خاطر الثقافه هي مرآه الشعوب. عمرها ما كرمتك حتى مؤسسه تبع الدوله لوزاره الثقافه لرئيس الجمهوريه جمله؟ لكن التكريم هذية يظهر كان حاجة باهية للفنان رد اعتبار من مؤسسات الدولة. هو تشجيع ما تكرمش يوم صح ما تكرموش ديما مكرم روحي وحدي انا مكرمتني امي واخواتي وخيتي قال كسكسي صحيح ملوخيه ربي فضلهم. سلطان حبك شمس الدين باشا، شمس كيفاش خليت الاغنيه هذية سلطان حبك؟ والله يحكي الحكايه هذية والله فكره رياض ابو دينار هو ربي يهديه والعميل. هي الاغنيه حلوه برشا برشا وهو سمير العقربي معناها كان كاريها مش بيعها ديفينيتيفمون فهمتني وانا نحب الاغنيه برشا برشا معناها بطريقه يعني متجده وطريقه توزيع جديد يعني ولا هو اغنيه ناجحه ومحلاها. انا كنا نحكيو بكري على السياسه قبل ما نسمعوا سلطان حبك ونعرف اللي فما واحد من نواب مجلس الشعب مجلس النواب اليوم اللي كان يخدم معك قبل صح ولا لا؟ شكون اللي قال لك انت؟ العصفوره قالت لي بالحق اي العصفوره قالت لي الا مزيك هذيا وهو من ائتلاف الكرامه زاد لا ما نعرفش منين مش مشاكل على شوقتي خليني انا عندي لا حمايه لا عندي واحد ما عندكش حصانه اما صحيح هو عنده الحصانه صحيح هاي صحيح. كان قبل في الفرقه نتاعك اي يخدم معايا يخدم معايا وكي جات السياسه وكل شيء بطل ولا بطل من مده قبل؟ لا ما انا ما عندي برشا مريتوش اما لقيته في المجلس تصدمت معناها قلت هذا هو. تكلمت العازفين قلت لهم هو ولا خاتي؟ قال لي هو. قلت لهم بيان معناها من واحد من العازفين في فرقة شمس الدين باشا إلى نائب على ائتلاف الكرامة. مع الفنانين يخدم معايا يخدم حتى سفر حتى معايا في 7 نوفمبر سفر معايا لألمانيا. هو اليوم في ائتلاف الكرامة باهي برشا. على ائتلاف الكرامة شدت لي أنت؟ لا هذاك هو اللي مش ما نعرفش فين عاد. لا ما تقولش لا قول ما نقولش. ما نعرفش فين. قول ما نقولش ما تقولش لا كي تقول لا كي تقول لا. تفركسي على الباز الأخرى. ماشي فركس على الباز هذيك الحقيقة لازم نعرفوا تاريخهم الناس. لا مش لازم لا سامحني مش لازم نعرفوا التاريخ ان شاء الله يكونوا على اوتار. احنا كنا توانسه كنا مثل المجتمع التونسي كل سواء عازف كان عازف ولا في الحزب ولا في اعطينا يعطيونا مردود طيب نطلعوا بالبلاد ويتنحى نسبه البطاله وينقص الفقر بالبلاد والناس تحب تاكل وتحب تشيخ زاد هذا هو ولا. هذه التونسي تونسي عايش هكا يحب حياته ويحب الشيخ بتبيع على راس العام يجي بعدين اللايك وراه تبيع فما لايك وفما سوسه هذوما عندي برشا بلايص برك اكبر شهريات نتاع بودينار ويدينغ بلانر هذيك علاش بحثنا اسماء من ريسبونسابل ماركتينغ في بودينار ويدينغ بلانر. اسماء مرحبا بك عايشك وبيك ميرسي بوكو عايشك. احكي لي على سهريات زوز في اللايكو في بالاسوسا. الوغ بور كومونسي عندنا لا سواري نتاع لايكو اكبر سهريه في تونس العاصمه اون بو دير معنا الفنان شمس الدين باشا حسين الديك ألفا بالرمضان جروب أليانزا وغازي الأمير. سي اون تري غران سواري في اوتيل لايكو تونس افيك اون تري غران اورغانيزاسيون تنحكي من بعد على توت لي ديتاي. كوتي الوغ سوس بالاس فيها حسين الديك غازي الأمير شيرين اللجمي وديسكو العربي الأصيل. هذوما زوز سهريات كبار دونك اللي تراس العام فوالا. وشمس موجود في هنا في لايكو في لايكو تونس لايكو عنده خدمة أخرى عنده سوس حمامات بلايص أخرين مع صحابي ما نسيلش عشاء هو رياض ابو دينار خويا وصاحبي حتى الاخرين جيم فواياج وصحابي زاد عنا برشا سهريات في سوسه وحمامات. اما لا سواغي دو باز واللي هي معناها اللي تكلمت عليها معناها الناس اللي تحكي لها هي صارت سواري لايكو تونس يعني من اضخم السهرات من اضخم السهرات يعني وربي نجحنا ووفقنا يعني. فما برشا ناس باش يجيو من داخل تونس ومن خارج تونس في السهريه هذيا باش يتفرجوا دونك هذا هو تونس وان شاء الله تونس هكا تبدا ديما حافله كل راس عام واحنا عاملين جو تونس لاباس تونس في امان والفنانين يغنيوا والناس عاملين جو هكا. احنا دابيتود ديما يجيونا عباد من برا مي بريسيزامون سيت اني عندنا من الامارات عندنا من لبنان عندنا المغرب حتى المغرب من المغرب من الجزائر برشا بلدان جايين السنه بالذمه كلكو سوا السهريه نتاع لايكو ولا نتاع سوسه مي فريمون معناها احنا هذه حاجه تفرحنا خاطر نحبوا بلادنا تتحرك نحبوا ندخلوا فيها الموفمون هذاك حتى كوتي احنا نحكيوا توريستيك سي تري امبورطون راه بور نو بالطبيعه هذيك هي احنا نخدموا اليوم في اونطوك بودينا ريدينغ بلان سي تري امبورطون انها السياحه تنجح مهم للناس الكل الناس اللي عندها شركات وتستثمر ولا حتى للمواطن التونسي والتونس الكل. يعطيك الصحه مدام اسماء ويعطيك الصحه شمس الدين مرحبا بك شرفنا اليوم في نجوم على موزيك يعيشك ميرسي بوكو.